مساكم الله بالخير والعافية، حلقة جديدة من شهقة عشق. دائما ما تتردد علينا مفردة أو جملة الحفاظ على القمة أسهل من الوصول إلها، أو الحفاظ على النجاح أسهل من الوصول للنجاح. وهذا الشيء اللي احنا دائما ما نريد نعرف، ليش الحفاظ هو أصعب من الوصول؟ الحفاظ أصعب لأنه أنت على مدار فترة زمنية بمتغيرات كلش هواية، أذواق الناس تتغير، أطباعهم تتغير، التوجه العام بصورة عامة يتغير. تلقى فترة من الفترات الناس تسمع نوعية معينة من الشعر، على طول هاي الفترة لازم تبقى محافظ وماسك العصا من الوسط وتقدر ترضي جميع الأذواق اللي تسمعك. هذا من باب ثاني. هم دائما ما نسمع بأنه كل شاعر شعبي وشاعر شعبي لازم ما تكون بيناتهم أكو خلافات وأكو مشاكل وأكو أكو أكو، خاصة ما بين الأجيال المختلفة. اليوم ضيفنا خلينا نقول هو مثال، ما أريد أقول جيد، ممتاز أولا للتعايش اللي يصير بين الأجيال، وثانيا للحفاظ على الاسم والمركزية طول فترة مسيرته الشعرية كلية. ثاني ما أريد أقول بأنه هو كبير بالعمر، لا هو متير العمر لأنه يضج هذا الموضوع. شاعرنا اليوم وين بتقول اسمه تلقى الوجوه مبتسمة، تلقاها تحبه بغض النظر عن كل شيء، هي تحب شخصه. ليش؟ لأنه دائما ما هو طيب ويا الناس ويحب الناس ويريد الخير للناس. أنا شخصيا هواي استفاديت من عنده عبر وطريقة تفكير معينة تجاه الآخرين. ما أريد أطول عليكم، أنتوا حابين تعرفون من ضيفنا الشاعر الكبير حمزة الحلفي. أهلا، مساء الخير أستاذ حبيبي. شلونك؟ شنو أخبارك؟ والله على الله يعزك. شلونك؟ سريع أستاذ حمزة. الله يسعدك. شنو أخبارك أمورك؟ ماشي، أنت شلونك؟ إن شاء الله بخير. زين؟ لا زين زين. شنو سر هذا التواصل يعني اللي يخليك دائما بالفورمة ويا الشباب؟ يعني مع الحديث ويا بالضبط مع الحديث. يعني هو هذا أكيد تقدر تعتبره نتاج تواصل، يعني يحرك دواخلك باتجاه القضية، مو لأنه أنت توك تكتب شعر أو إذا فيما يقال أنه أكو شاعر من الشعراء قضيته يعني يسمونه غير مصطلحات، يسمونه البريمز مثلاً، خلص أدواته خلص اللي قاعد. أي الشعر ما يخلص أكيد، لأنه أنا أكثر من مرة قلت الشاعر ينتهي، تنتهي ديمومة الشعرية عنده بالتواصل بالقبر مع احتفاظه بمنجز اللي راح يبقى بعد لربما يبقى إلى آلاف السنين. آلاف السنين. فأحس إنه أني في كل عصر ابن الوسط. خلصتين ورقة ورقة بيا سنة كتبتها؟ يعني نهاية التسعينات. نهاية التسعينات. إيه بالألفينات يعني البداية. يعني تقريبا رجعت اشتهرت مرة ثانية. إيه. يعني هي نجحت في وقتها. وكسرت الدنيا. اشتهرت ب 2006 ورجعت بال 2006 اشتهرت بلقاء بالسومرية. اي نعم. كان معي مجموعة من كريم صدام وصباح الهلالي، فخذوها الولد الشباب اللي كانوا هناك بالقناة، قطعوها بحيث انا وصلت السورية بال 2007 لقيتها منتشرة اكثر من العراق. يعني اليوم القصائد نكتبها العصر وننشرها بالليل وتلقاها بعيدة عن الناس بفرق زمني، يعني عبر 6 سنوات وترجع تنجح مرة ثانية، شنو السبب برأيك؟ يعني ربما الذهنية عندما تتجدد أو أحسبها حساب آخر، كتابتك للنص يكون بها حساب مستقبلي، فمن إجا وقتها مثل بسيطة ونرتاح، بسيطة ونرتاح إن بثت بالتسعينات، منتصف التسعينات، اشتهرت وراء شهر مو اكثر من شهر. تمام. زين، ليش بقت بسيطه؟ ايه. لانه بسيطه في كل شارع عراقي يتجدد لها حدث مكتوب، يعني فصارت تتصاعد مع الحدث العراقي، سواء كان سياسي سواء كان عاطفي. حلو. ايه. فهي لمت هاي القضيه. اختيار المفرده مهم بالقصيده. اي هو طبعا درجه بساطتها اسمه جمعه، ما هم خلوها بسيطه تون وارتاح.
يمكن أنا لحد الآن عندي فد 50 أغنية جاي أشوفها على اليوتيوب بسيطة ما أخذ منها بسيطة والله بسيطة بسيطة. شنو اللي تغير بالشعر؟ إيش كثير. خلينا نقول من قبل 15 سنة أو 20 سنة بالضبط. خلينا نقول من 20 سنة من بدايتك تقريبا لو أكثر. مو أنا بدايتي تقدر تعتبرها يعني أواسط الثمانينات ما شاء الله. إيه خلينا نقول من بداياتك واليوم أنت مطلع على الساحة الشعرية وتشوف عليها يعني ملاحظها عن قرب. خلينا نقول شو تغير بيها؟ اللي تغير أهم ما تغير في الشعر إيه؟ أنه إحنا كنا نكتب القصيدة مو بس بقلم، كنا نكتب بإحساس مطلق أولا وبإيمان، والأكثر من هذا كنا نكتبه بصدق. يعني لاك استسهال ولا كاين؟ لا 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 أكيد الحرف أنت عند ما كنت تكتب قصيدة عليك أن تكتب قصيدة موجودة، تكتب بلغة رغم هي اللغة موجودة لكن مغايرة اللغة واللعب على المفردات والقفز بالمعاني قد يعطي للغة صبغة أخرى صح يجعلها غير اللغة المتعارف عليها بالأول. القصيدة كانت تكتب بهم كبير، احنا كنا نسد فراغاتنا الشعرية بهذا الألم اللي بدواخلنا، هاي الإرهاص الحياتية. اي هذا الإرهاص عندما يضايقك إلى درجة إنه يريدك تنفجر في لحظة من اللحظات، تطلع على الورقة وتكتب ايش قد ترتاح تسترخي. الآن القضية اختلفت، ذاب الهم، الإحساس ذاب. ليش؟ لأنه للأسف البعض قاعد يكتب قصيدة واحدة، يعني هذا ما عليه إلا أنه يقدم مفردة ويأخر مفردة ويأخذ نفس الموضوع، الموضوع نفسه. والموضوع نفسه ليش ما أروح على موضوع جديد؟ الساحة متروسة مواضيع. إحنا بالعراق خاصة السينما المصرية والسوريين واللبنانيين قاعد يشتغلون علينا صارهم كذا سنة، بالضبط صرنا صح. مادة درامية وصرنا مادة شعرية وصرنا مادة غنائية. الآن أغنيتنا بالوطن العربي نمبر وان، نمبر وان. صح؟ تمام. ليش ما أبحث عن قضايا هي موجودة في زوايا العراق، سلط عليها الضوء، اكشفها، اكتب عن الروح، اكتب عن الأشياء اللي ما تظهر بالسطر. القاعدة الآن بحاجة أن تتوعى وعليك أن تقود هذا الوعي. زين احنا راح نجي لهذا الموضوع، بس أنا إذا رجع بعد بالذاكرة بالفترة اللي دخل بها الكبير حمزة الحفي للشعر الشعبي، منو اللي كان من كانت النجوم الشاخصة بسماع الشعر الشعبي في حينها؟ احنا من دخلنا مجموعة مو بس حمزة الحلفي. تمام عفوا اللي سبقوكم انتم من اول ما اول ما اجيت، منو كان قبلك موجود؟ قبل كانوا ذول الاسماء السبعينية الثمانينية. يعني تصور احنا كان قبلنا مثلا مجموعة الشعراء اللي موجودين بالعراق. تمام. اللي هم كان استاذنا الله يرحمه الراحل العريان سيد خلف، ولو انا حالف ما اقول الله يرحمه بالضبط والراحل لان ما اريد اعتبره ميت. الراحل كاظم القاطع، كان كثير من الشعراء بهم كانوا اكيد ميتين بس لهم بصمه. كان طارق ياسين صاحب اغنيه لا خبر، لا خبر اللي كتب شفت بلبل غريب يدور، هذا من رواد الحداثه الشعريه. هذا الديواني شفت بلبل غريب يدور بها سنه مكتوبه اعتقد بالستينات او كذا، بس هو كان هو متوفي شوف الحداثه اللي باختيار ايه شفت بلبل غريب يدور بس باين عليه التعبان. شوف لا خبر، هاي القفشه الغنائيه اللي في وقتها لو كان اكو موجود مشاهدات ويوتيوب وقنوات لا كان وصلت مو بس العراق، كل العراق والخليج العربي ومصر ولبنان. جعلت من شاب فتى صغير ان يكون مطرب في الدرجه الاولى اللي هو فاضل عواد. بالضبط. ولو كان مستمر فاضل عواد على هذا النهج اللي يسمونه نهج المريح بالاغنيه كان ارتقى الى اكثر من هذا المستوى. من هذا الموضوع خلينا بنفس الحقبه الزمنيه، واكو موضوع كلش مهم يعني شاغلني الي شخصيا، الموضوع اللي هو الشاعر الكبير كاظم اسماعيل القاطع والشاعر الكبير علي سيد خلف. دائما ما بالفتره الاخيره صارت عندنا برامج
خلينا نقول حوارات. شكرا جزيلا متفضل. شكرا شكرا. يقولون كانت بيناتهم طلايب ودم دم. ايه يعني احنا مع الاسف نوبات نتعكس على امور لاثاره الجدل مثل ما قلت جلب المشاهدات ونسي حتى اللي رموز ما من المفروض ان نسيء لهم. فبما انه حضرتك معاصر لهاي الفتره يعني اعطينا شيء من اللي من اللي من اللي عاصرته. انا مو معاصر، انا صديق مشترك لهم اثنين. اللي كان بين دول القمتين رائعتين يعني مو مثل ما بين الان بين اثنين قاعد يتخاصمون. اها والله كان منافسة وإن كان بها شوية من التعصب. حلو. وشديدة كونهم اسمين مطروحين يعني وأسماء لها ثقلها بالشارع العراقي وحتى بالشارع العربي على مستوى العامية كان مظفر وعريان وكاظم. صح. هذا تسلسل ما يقبل غلط. ما يقبل غلط. أي. اللي كان بيناتهم هو مو أكثر من تنافس وإن بعض الغيرة يعني مو كلش غيرة قوية هم. إيه وأنا كن صحيح بالضبط. وأنا هذا المشكلة اللي هول هو أنا هذا اللي هول النزاع وبدأ يختلق أكاذيب ويطلع نصوص ويكتب حتى قصائد هم حول الاثنين ذولا حولهم أصدقائهم بدوا هم يعمقون من هوة الخلاف اللي هو أصلاً خلاف بسيط وسطحي. أنا أكثر من مرة قعدت قاعدة مشتركة أنا وياهم وأنا ثالثهم ورابعنا كان يقعد فالح حسون دراجي ومكر الرويعي الآن باستراليا الله يذكره بالخير قعدات وجلسات ليلية شعرية يعني قعدات جميلة كلها الشعر وكذا. لكن في بعض الأحيان يصير بيناتهم خلاف مثل ما يصير أي خلاف بين رياضي ورياضي وبين مطرب ومطرب وبين كذا طبيعي. بس علاقتهم الاجتماعية وصلت إلى حتى اللي عمق واللي ساهم في إشعال هذا الفتيل هم البعض المتجمهرين حولهم. أي خلاف في بال الناس واصل إلى كذا مرحلة مستحيل يعني خلافات لا بسيطة إيه؟ يعني ما توصل للمرحلة اللي لا تتعدى كلمة سوء فهم غيرها لا ما ماكو اي شيء. نعبر هاي المرحله جينا على حقبه مهمه كلش اللي حقبه التسعينات بالضبط. خلينا نقول من التسعين لحد ال 2000 ما اعرف شو شفت حسره بوجهك من قد ايه من التسعين شوي لها الم يعني. يعني الشعر بالتسعين شعر يعني حقيقه لبس الثوب العسكري. العسكري تمام. فتعسكرت القصيدة للحد أنه الشارع كان جوعان عليه عقوبة اقتصادية عالمية. الحصار هذا الحصار القاتل ولد في نفس العراقية شرخ كبير مو من السهل أن تردمه يعني. فبدت تطلع قصائدهم ترجمة لما موجود بالشارع العراقي تلبسوا من حيث لا يعلم الشعراء انه هم بهذا الوضع. فعليهم حتى في اغانيهم العاطفيه بدوا يكتبون هاي الشغلات اللي قاعد يعانون منها الحصاريات. بالضبط. يعني انت شنو شعب ما ياكل خبز ابيض مثلا؟ ايش تتوقع من شعب يعني ما شرب سفن اب؟ ايش تتوقع انه ابسط مقومات هذا النبي؟ بالضبط. اي إيه؟ نشوف ايش تتوقع من شعب الغازيه؟ اي تجي الحصة نصها رمل وشغلات هي ترى من المؤسس الأول للإنسان هو الغذاء. زين. ما نقول هذا يحب بطنه لا هو المؤسس الأول للغذاء. زين. فبما أنه هذه الوسيلة ما كانت متوفرة عند العراقيين كانت تصير الانعكاسات السلبية بداخلهم وتطلع على الورق هذا. خلينا نقرأ قصيدة نسمع شعر. شو تحب نسمع؟ يعجبك طبعا. اكراما لك ولبرنامجك. الله يعزك. و
اعتزازي بك الكبير راح اقرا قصيده او مقطع من قصيده ما كامله مكتوبه عن الكبير عليان سيد خلف. بعتي بالورقه الرحمن والخلود طبعا اللي هو شاعرنا الكبير حتى وشرف لنا بانه تقرا قصيده جديده بالبرنامج. يعني ان شاء الله من هاليومين هاي تكمل ان شاء الله، لان عريان واحد من يريد يكتب له لازم يكتب له بجده يعني. بالضبط. يقول يا صفنت شعر من آية الوجدان، يا صفنت شعر من آية الوجدان، يا بحت دمع منك القلب والساز، الله يا كشخت قصيدة من يجيها العيد، يا عقال القوافة من كتب ديوان، يا كشخت قصيدة من يجيها العيد، يا عقال القوافة من كتب ديوان. حالف أنا حالف ما أقول إن متت لو مرحوم، مات الموت بيك وما متت عريان. الله. حالف ما أقول إن متت لو مرحوم، مات الموت بيك وما متت عريان، يا جلعة سكر مو سكر بيك الضيم، يا جلعة سكر مو سكر بيك الضيم، من لذة نبيذك يرتوي العطشان، سكرت موت صلفش قدوك يا حوياك. اي والله ورا سكرت موت صلفش قدوك يا حوياك، من باقة انفاسك بيها صبرك خان، اريد ويا المراث عليك العب شوط، اريد ويا المراث عليك العب شوط، ونازلهم شعر كل رابح وخسران، وعلمهم عليك ايش ما يجيك الليل، والله علمهم عليك ايش ما يجيك الليل، تكتب على القمر وين نفخة الدخان، تكتب على القمر وين نفخة الدخان. الله. ان شاء الله اليوم احسنت الرحمة والخلود على روح شاعرنا الكبير عريان السيد خلف. بعدنا بهاي الحقبة اريد اوصل لمرحلة بصورة عامة كانت كل حياة العراقيين صعبة بنهاية التسعينات، خلينا نحكي من فترة 95 ل 2000 2001، احكي لي حياة الشاعر شلون كانت، خلينا نقول مردود المادي من الشعر، وضع المادي شلون كان، ما اخذ استحقاقه شلون كان عايش، هاي تفاصيل كنت عايش بيها. طبعا سؤال جدا مهم هذا، عمر الشعر من قصدي عفك من شعراء الخلافة وغيرهم والمعلقات، عمر الشعر من الخمسينات بالعراق والأربعينات ما كان مورد رزق وصولا حتى 2018 اكو ناس مات تمام تمتهن الشعر. بالضبط هسه انت من شنو تروح للاغنيه العراقيه تتفحصها تلقى جبور النجار نجار يشتغل الصبح، تلقى عدنان السوداني يشتغل موظف وما له علاقه عنده وظيفه لمصدر مصدر رزق. ترجع لجماعتنا السبعينين فالح حسون درج كان يشتغل بالنفط، غيره مثل زامل سعيد فتاح كان موظف، صاحب الضويري كان ضابط، كل بشير العبودي هم كان ضابط، ذول الشعراء اللي كتبوا، جمعة الحلفي كان يشتغل محرر صحفي الله يرحمه، عريان السيد خلف كان يبيع مواد صحيه وفتح معمل، ايضا كاظم نفس الشيء هم كان فتح معمل مال لدان. متى صار الشعر مهنه؟ ايه عندما تجمع المهاوي، فبدوا الان الشعراء اغلبهم من تساله تقول له ايش تشتغل يقول لك شاعر، ماكو شيء تسميه الشعر مو مهنه. لا مو مهنه الشعر، الشعر احساس. يعني الان اغلب الذين يكتبون شعر بالساحه هم يعتاشون على قضيه الشعر، صح وحلو اذا اعتاشوا على، بس شنو اتمنى ان يكون احتياجهم على حساب مو على حساب مبادئهم وصدقهم، يعني لا يكونون مداحين.
صعب المحافظة على المبادئ بهذا الوقت؟ طبعاً صعب. غير هي هاي الكارثة الكبيرة أنه قضية المبدأ أبداً يعني كلش بيها خلل صاير يعني رقلعت على أكو مقولة هنا برواية عتمة الذاكرة الأثير عبد الله النشمي تقول تمر في حياة كل إنسان منا أحداث ومواقف وأيام لا رغبة له في أن يتذكرها يوما ويتمنى لو استطاع أن يمحوها من ذاكرته وحياته وكأنها لم تحدث فيه قط. شنو الشغلات اللي من تتذكرها تريد تشيلها من ذاكرتك نهائيا وما تفكر بأنه بيوم من الأيام صارت فيك؟ والله هن هواي بس آخرهن وحدة كلش ألمتني حقيقة يمكن ما حدث بيها يعني تعرضت إلى قضية بالمصادفة صارت زين يمكن أول مرة أذكرها صحيح أنا بالشارع العالم تحبني كلش أكيد طبعا يعني أي دائرة أطب لها أي مكان أي شغلة أروح لها أجي ألقى القائمين على المكان يستقبلوني باحترام وحب وش قد يعني هاي محبة الناس سابقك وغني عن التعريف أكيد طبعا تصور يا مهند في يوم من الأيام أنا كنت بالدائرة بالعراقية ساعدنا تصوير مع الشاعر العراقية فرجعت متأخر صعدت فوق غرفتي خليت سيارتي برا صعدت فوق للغرفة ولا شو ما أسمع دقة مع الباب مو طبيعي زين أسمع حكي بالباب فتحت البردة وإذا 10 مسلحين واقفين سيارتين واقفين وين حمزة الحلفي وين حمزة الحلفي مدنيين عسكريين وين حمزة محمد نصار مدنيين لو عسكريين مدنيين كلهم أوكي. مدنيين فقلت لهم شكو قالوا انزل انزل هاي سيارتك مسوين بها سرقة وحادثة وكذا فعد ما نزلت شافوني هم تفاجأوا قالوا انت مو حمزة الحلفي قلت لهم شكو قالوا بسيطة تعال مشي أنا يا معود شنو قلت له؟ أنا شكو شنو مشي وياكم؟ قال لي شنو قلت له؟ قالوا احنا كذا جهة أمنية اوكي تأكدت مني ولد بس حتى من باو عليه يعني مختلف وضعهم اي شو وضعهم وخجلانين دارين وجوههم فواحد من عتمة راضي يصورني لزمان من ايده هذا الولد قال له لا تصور المهم رحت لقيت ولد الضباط استقبلونا بحفاوة وكذا طلع شنو القضية؟ واحد من أولادي عدة تليفون واقف على الشارع أنا مشتري إله باسمي بايقين عصابة من عنده بدراجة ومحول غير رصيد على غير تليفون ومثبتين هذا الاسم أو أجوا أخذوه أنا بوقتها يعني عوملت باحترام قعدت بمكاني الآن بالليل هم تدخلوا وأجوا سووا لي الكفالة وطلعت وانتهت إجا الولد اللي ماخذ تنازل عن القضية واعتذر من عنده اعتذار مو طبيعي بس بوقتها هذا المشهد أشهر ليلي يمر شريطة قدامي يؤذيني إلى درجة خب ذاكرتك والله يا مهند أقول أنا لو كنت مو حمزة الحلفي لو إنسان سولفولي هم الضباط قالوا لو أنت مو حمزة الحلفي كان رأسا نعلقك يعني أيوبا أي والله سرقة بالأخير الأتهام هذا طلع اللي ما بيوق منه التليفون عازف أورجن قديم من أصدقائي أي والله شوف المفارقة وما يعرف يقول أنا ما أعرف حمزة محمد نصار أنا أعرفك حمزة الحلفي صح فهذا الموقف يعني كل المواقف بحياتي بس هذا لا الله لا يعيد إن شاء الله أشكرك حبيبي تسلم خلينا نقول هناك لحظات معينة لحظة استثنائية يعود فيها بعض التائهين إلى أنفسهم أولئك الذين ابتعدوا كثيرا عن ذواتهم وأنفسهم لأسباب مختلفة وأمور كثيرة ما أعرف أني واحد من الناس اللي دائما ما أحسك مو تايه عن نفسك بس أحس الدنيا ما أخذتك من هواية تفاصيل بالضبط بحيث أنت تريد تلقى حمزة تجيك هاي اللحظات اللي تصفن هذا التيه القصري اي هو هذا اللي انا قصدي اي هذا التيه القصري يعني يرغمك على ان تكون
بلا هدف وبلا تخطيط، او مثل ما يصير نوبات من اسافر برا ما عند الدولة اللي انا اروح لها، فايش اسوي؟ اخذ تاكسي واتيه. انت تتيه نفسك؟ انا اتيه، اريد اتيه، عندي تليفون اوكي اطفيه، وصديقي اللي وياي بالسكن وكذا اقدر، هو ابن البلد هذا، اتيه ادور بالشوارع اكتشف عوالم لو هو كان صديقي معاي ما اكتشفها. هذا التيه القصري ينسحب على غير قضيه. احيانا حتى في الشارع انا احاول اتيه، احاول ان اكتب هذا الطل السم الشعري، اغوص جدا بالسرياليه. تحب السرياليه؟ اموت بالسرياليه. من هزم من شيء؟ ها؟ من هزم من شيء من الواقع؟ لربما هو مثل تندار عليه تشوفه بتفاصيله فداير وجهك من هي السرياليه كمدرسه. هي ليش انت يعني هو سلفا دور دالي من كرسم وغيره من ادباء السرياليه من سحبت على الادب وغيره، هي ليش المدرسه وجدت اساسا؟ حتى لا تواجه هذا الواقع الحقيقي، تستبدله بمسميات اخرى. شنو اكثر شيء تكره بالواقع؟ يعني والله اثنين واحدة اثنين بس الأولى ما أقدر أصرح بها. أنا أكره بالحكومات ما حد. من الشعراء الغلال اللي مصرحين بانتمائهم الحزبي. أنا ما أنا ولا أنكر ومفتخر بانتمائك الحزبي. خلينا أقول أنا ما أريد أخوض تفاصيل السياسة بس سؤال كلش بسيط. ما تحس الزمن عبر مرحلة الاشتراكية بعد ما نقدر نلزم الزمام الأمور صاحبي بالاشتراكية؟ لا بالعكس، إذا أنت مؤمن بالاشتراكية كعالم يتسع للجميع ما له علاقة إن كان العالم يستوعب أو ما يستوعبها، على الأقل إنه خل أعيش مدارك الخيالية وأضع نفسي في هذه الدولة أو المدينة أو المنطقة اشتراكيا ما له علاقة بالتطبيقات. التطبيقات ترى الآن استهلكت لدرجة أنه أصبحنا إحنا عالم مليء بالشعارات، والشعارات هاي دائما ما تطفو على سطح بين يوم وليلة. صح، أنا ما أريد أروح بهذا الجانب على مود يأخذنا من جانب من جانب الشعر. سؤال كلش مهم، من استرسلت عندك معلومات، طبعا هو مو للمزايدة ولا للتوضيح بس أكو سؤال ببالي، عندك معلومات عن مؤسسين المدرسة السريالية وعن يعني عندك خلفية ثقافية كاملة عن الشعر الشعبي أو الشعر بصورة عامة. اليوم هذا وين من شعرانا اللي موجودين بالساحة تشوف بهم هاي الخلفية الثقافية بحيث من يطلع يقدر يمثل شعراء العراق؟ أكو بعض وللأسف نسبة إيش قد بالمية؟ يعني القراء يعني من هذا الكم الهائل انا ما اعرفهم كلهم يعني بالضبط. اكيد اعذرني يعني اكيد طبعا خلينا بس نقول بس اغلب اللي شفتهم من الشباب عندهم اهتمامات ادبيه، بحيث من اروح المسرح الوطني المسرحيه جاده القى مجموعه كلش كبيره من الشعراء الشعبيين موجودين. حلو. سيمفونيه اروح القى جماعه القاهم دائما قاعدين بقهوه كتاب رضا علوان. انا المتنبي بعد ما قمت اروح له. ليش؟ تعرف ليش يعني؟ يعني انا احكيها لربما اقذف بقضيه انا ما اقصدها. اوكي. بس ما 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 ارتاح ما تونس. مو مثل قبل؟ قبل وين؟ براحتي اطب واطلع. حياتنا الشعر ادهم عادل بيوم من الايام قاعدين انا وياه قبل اربع سنوات او خمس سنوات تقريبا بالمتنبي. فصافا هو يوم الجمعه كان فارغ يعني مو مثل هسه. هو منقد. بالمناسبة أحبك كل جواي غير شي لعقل بأوروبا بس سوى بيه. إيش قال لي؟ قال لي تعرف هذا الشارع شو وقت راح يخرب؟ قلت شنو هالمقولة؟ قلت لي يعني شلون؟ قال هذا الشارع راح يخرب ويصير كلش هوسة وعالم هواية. قلت له شو وقت؟ قال من يدخلوا له الشعراء الشعبيين. بس مو ذول الشعراء اللي نقصدها. اي طبعا اي طبعا جماعتنا ذول يروح المتنبي الشعراء كلهم شباب حلوين ويخبلون ومثقفين وصاروا نجوم بالمناسبه هم. بالضبط. انا ايش قد افرح من ياخذون لهم صور او شيء بس اكو لا اكو كارثه يعني حتى مو شعراء مو بس الشعراء الشعبيين اكو كارثه كارثه كبيره يعني ما ادري المتنبي صار فد عمليه بيه خلطه عجيبه غريبه
بس المحافظات الله يا سلام اللي جاي أشوفهم قراء جيدين. أي قراء جيدين يعني يجي قبل على الكتب بحيث تجي تلقى قهوة حنش مشتري لفد 6 إلى 10 إلى ما أدري إيش قد ومخليني بعلاقة وقاعد. الشعر بخير أو المرحلة الجاية من الشعر الشعبي بيها شيء من النور لو مظلمة؟ يراد فلتر فلتر لأنه اختلطت عليك المسميات. في بعض القصائد تجد هناك ضوء كبير، هذا الضوء يعني مو شرط تشوفه بعيونك، صح، يملي دواخلك، يملي دواخلك. وفي بعض أغلب القصائد تجد سواد مو طبيعي. ممكن أحكي على مسؤوليتي وتناقش به؟ احكي. شعراء الاتحاد الشعراء الشعبيين، الاتحاد العام للشعراء الشعبيين بالعراق، ما جاي يؤدي واجباته بصورة صحيحة ولا جاي يقوم الشعر الشعبي لسبب مبتعد. أولا كمية الشعراء اللي موجودين به بحوياتهم كلش هواية. ثانيا ما يقدر المنجز الشعري وما يقدر الوجود الفعلي للشعراء بصورة عامة اللي موجودين بالساحة. هاي وجهة نظري الشخصية. أيوة. ما أعرف إذا حضرتك تأيدني بها أو تختلف وياي بها. اللي أنا أسأله، أنتوا اللي رجال اللي سابقتنا واللي اليوم عندكم شيء من السلطة أو من المركزية بالشعر الشعبي، ليش ما خليتونا أو ليش ما فكرتوا بأن تسوونا اتحاد بأنهم نيجي أكبر شاعر بالعراق يريد يقرأ يتمنى يروح للاتحاد؟ صحيح. ما يتمنى يروح لغير مكان. حدشك منطقي، بس المسبب الأول شنو؟ شنو؟ اتحاد الشعراء الشعبي مو مثل اتحاد الأدباء ولا مثل نقابة الصحفيين، هاي مؤسستين مدعومة من الدولة. تمام. طبعا اتحاد الشعراء الشعبي شي حصل حتى يدفع ذول الكم الهائل الموجود يسوى أماسي. أغلب الأماسي اللي يسوونها خطية ذول جبار فرحان وجماعته يسوونهم على رفقتهم الخاصة. زين يا أبوي، بدل ما عندهم 1000 شاعر إيه؟ أوكي خلينا نخلصهم. يعني هو مو جيش كلهم شعراء؟ مو جيش كلهم شعراء؟ لا، يجوز أغلبهم يعني يجوز نص من عندهم مو شعراء. زين طلع النص على موزع كوبيهم ويكتبوا لهم. هاي المشكلة، هاي الطامة الكبرى، هاي كتبوا لهم. طبعا اكو كثير ينكتب لهم يعني شعر. ليش ما صار عندك توجه لل خلينا نقول الاداريات بالشعر الشعبي؟ ابدا ولا عمري احب، انا لا احب اصير اداري ولا اقدم برامج تلفزيونيه. مره قدمت برنامج لان افد واحد متكاسل الى درجه اسمه ساعه الشعر بإذاعة بغداد، طول 5 سنوات. احلى ما به هو هذا البرنامج تسجيل، واجي كل اسبوع اسجل 5 حلقات. سجل 35 حلقة بعد نجوم وأرجع تخلص الحلقات قبل تبقى الأخيرة أرجع أسر. لا لا، داريات ما أحبها. وين شوف ال 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 هي هاي، هو هذا السر اللي أنا داري ذا سأل. هذا المقطع اللي أنت قلت لي عليه، أي هو هذا ما شاء الله. هو بياسن هذا؟ هو من كتب بال2000 يعني تقريبا. هذا المقطع بيا سنة؟ هو 2006؟ اي 2006 تقريبا. اي طبعا ما شاء الله يعني زغران هسه انت يعني ما كبران. اي شوية كان اللوك يعني وش اسمه انا من الحكم جدا. انا هالقصيدة كلش احبها. من خلينا نقول من 2006 انت شنو الظاهر بهذا اللقاء، من تكتب حمزة الحفي باليوتيوب يطلع لك معاصر بكل اللقاءات الشعرية اللي موجودة على الغرفة. ماكو برنامج شعري صار عندنا ما تشوف بي حمزة الحلفي موجود. أي برنامج البايلوت حمزة الحلفي ياخذونه الحلقة الأولى. فدائما يعني ما عدا أنت ورائد ما سويتوها وياي. وأنا رائد قلت له سوي لك كم حلقة يلا، لأن مليت أنا يعني أي بايلوت بالحلقة اي برنامج جديد اول ضيف ياخذوني انا. وهذا طبعا سلاح ذو حد يعني. يحسسك بالوجود. لا يجوز اللي يسوون له مصياد الماده. لا لا، الماده الدسمه تاخذ بالحلقات الاولى. هو اكيد هو لازم البرنامج الناجح لازم يكون من اول حلقه لازم يضرب. اذا ما ضرب باول حلقه بعد يشوفه. مثل الشاعر لا صعد بمهرجان اول مره ما دبرها بعد لو ما ادري ايش يصير. اكو شعر مر عليك بهاي الفتره كنت متوقع له نجاح وما نجح؟ اي مو ما نجح، ما تواصل. غانم الفيض شعر رائع ما تواصل.
ما تواصل. اي ما تواصل. المن تسمع اليوم من الشعراء وخلينا نقول اخر قصيده عجبتك الشاعر شاب، خلينا ننطف الدفعه معنا حكيم الفريج، تحياتنا له. اي هذا اخر واحد وانا خابرت بدليل، بحيث انه هاني بالليل خابرت سمعته باذربيجان. زين. فقاعد باذربيجان خابرت رائد، قلت له اعطيني رقمه. قلت له رائد، لا ما انطقته، قلت له رائد هذا من هو؟ قال لي انت وين؟ قلت انا باذربيجان. قال لي هذا شاعر من اهل المجر وكذا. المهم رجعت لبغداد ورا يومين ثلاثه بالليل تذكرته سمعته خابرت احمد الذهبي. قلت له احمد اعطيني رقم هذا الولد حكيم الفريجي. قال ايش عندك ويا؟ قلت له اعطيني التليفون. اعطاني تليفونه، اخذت التليفون قلت خله خابر راتب. قلت لا الا خابر هسه حرب حرب. الو ما جاوب. دقيت اول مره ما قلت هذا النجم لعد ما طلعت. دقيت مره ثانيه طلع لي الو. قال اه منو؟ قلت له شلونك استاذ؟ قال هلا بيك انت. قلت له انا معجب بيك. قال هسه وقت اعجاب؟ اي والله هذا لعبنا عليه. زين. قال بصوتك انت مو غريب عليه. المهم انا قبل لا اقول له باسمي غلطت عليه شوي بالشخصيه. اوكي. قال حمزه الحلف التليفون شمر من ايده. الو ماكو، احكي وياه ماكو. والله شوي كان يدق هو التليفون مالي. قال لي انت تصحى صدق؟ قلت له تموتني؟ احلف حلف. زين خطير صار بي. ظلينا نسولف انا يمكن حوالي ساعه. ليش بس اذا تسويهن ذني؟ خيرك ما يسويهن. ما حد يسوي. ها بالعكس غير شو يسوي؟ يحاربه. يقول لا، يقول لا ما اعرفه هاي. لا والله انا اعرفه اعرفه اعرفه، وكل شاعر يطلع انا اعرفه. واغلب الشعراء الشباب اللي حققوا انتشار كلهم انا اكون المبادر واتصل بهم، ولربما بعض الاحيان اشوف شغله عنده نقص اقول له حاول ان تسوي هيك، وثاني يوم يسوي هيك. لحد الان اي شاعر طلع بالعراق سواء كان صغير او كبير ما قلقني. حلو. كلش افرح به. افرح. يعني رساله اي بستان وجاي تطلع بورود. انت شكو شلك بهالظلاميه وبالعقد الدفين؟ اكو ناس من جيلك يجي هواي شقد 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 هواي اسماء كبيره هم حتى قبل جيلي. اسالك سؤال اجاوبني عليه بصراحه. اكو ناس طبعا لا بصوره عامه يعني ماكو اي شخص عنا للموضوع بس من خلال معرفتنا بالوسط. انت اكو هواي من اصدقائك شعراء. هذول الشعراء هم عكس تفكيرك بالضبط. اكو بيهم ظلاميين مثل اللي انت قلت. واكو بيهم ما عندهم روح المنافسه الشريفه. واكو اكو 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 سؤال كلش محيرني. انت شلون راضي الكل؟ شلون هذا باغي صديقك؟ وشلون ما منطب الشاعر اللي هستوى بعد شاب؟ وشلون هذا اللي وياك يحبك وما عنده مشكله بينه وانت جاي تدعم الشباب؟ وبنفس الوقت انت شلون ماشي او مبتسم بوجه ناس وتمشي ويا ناس وانت مختلف وياهم فكريا والكل تحبك بالضبط. شنو هاي السياسه اللي متخذها انت؟ شغله بسيطه جدا. اللي هي؟ انت ان تكون متصالح مع نفسك اولا. تتصالح مع الجميع، اذا انت وين نفسك ما متصالح؟ تريد العالم ترضى عليك وكذا؟ فانا عندي مقرر من البدايه دائما اكون متصالح مع نفسي. لا اطعن بظهر احد ولا اسمح لواحد يحكي على واحد قدامي. والشعراء اصدقائي مو كلهم صحيح بس كلهم الحمد لله انه الحب اللي بيناتنا حتى مو صديقك يحبك للامانه. انا خلي اعرف لا انا اعرف هاي القضيه. انا هم شلون لعبتها بلواتي يعني هم ليش لا الناس لا شلك بالحقد مو حلو الحقد شلك بالضغينه شو تفيدك؟ اعطيني تقهرك تخليك ما تنام الليل والله تدري الغيره شو تسوي بالبشر؟ انت من تغار على حبيبتك ما غرت من شاعر ثق لا والله ابد ابد تحسب الي اياها يعني بالضبط طبعا. والله عمري ما غرت من شاعر ولا فد في يوم اتصور انا اكو عندي لقاءات شباب اصدقائي كلهم يسولفون لي عليهم من بيتهم يعني اخوه قاعد يقول انت تطلع
بدجله او كذا راسا يدير التلفزيون. اي يابا. قلت له يابا ليش ما احنا نريد نشوفه نريد كذا؟ قال لي روح بغير مكان شوفه. اي يابا. صديقي كلش اسمعه يجي اخوي قلت ترجع تبتسم بوجهه ومشي الامور طبيعيه. انا من ابتسم بوجهه شو اسوي بي؟ تدري شو اسوي بي؟ يتحسس بي. ارجع البارحه ارجع شوف اليوم صوتي اي واي انتم الغيره مشروعه يعني مو يعتبروها اي اكيد زين. شنو رايك؟ انا اريد اسمع اللي انت حاب تقراه، يعني قصيده تحبها انت حاب تقراها بهذا الجو اللي يعجبك. والله اكو هيك قصيده من زمان ما قاريها بس كون حافظها. قلت وازه عندكم باك جراوند مو؟ توازى وياي وقت موازى طلاب اوضكن وقل اريد الماخذ اليوم دخل ماين شفت ما دق علي باب وقلبنا ولقانا بطلق الهموم كنت علو الجبل وتناكة تراب وقبل مدت ايدي الطايح يقوم قبل مدت ايدي الطايح يقوم ايش بدن وصرت بالطعم تيزاب وصرت منبوذ هسه يلوم من اللوم حسافة اللي حسبت الهم حطاب طلع فلاح يزرع بي لوم والله حسافة اللي حسبت الهم حطاب طلع فلاح يزرع بي الهموم ولومك من نلومك يا غصن شاب يا نفحة عذيب بصيف الهموم أخذني وياك واهز من الاعتاب وريد أبدل عتب وياك أنا اليوم أسكت الظن لو أن بمحبتك خاب ولوم الظن عليك ويرد من دوم حسبتك أطيب من الطيب لو طاب وطلعت من العرج للراس مسموم صحيح أنت حلو وهواي حبار وبماي العسل على الورد مرسوم ورموشك مهفة بنص هرار يا ابو عين التخوف خزرة الحوم بس للأسف التشكي والثياب وقليل من الفهم ويكاد معدوم ضقت طعمك عسل يا ثمر عناب ووصلت ذاك حد المواسد النوم ووصلت ذاك حد المواسد النوم. طبعا اجزاء من القصيده متفرقه عظيمه القصيده. انا يعني ما اعرف هو الوقت شارف على الانتهاء بس انا عندي فقرتين كلش مهمات قول يعني فكرتين ببالي. الاولى دائما ماكو واحد بحياتنا يكون مؤثر جدا ويروح وبعدك وحاجب داخلنا ما حاجي له. اي صحيح. فاتمنى انه تستذكر لي بدون ما تذكر لي قول صفته وضعه ما اريد ما عندك تذكر لي الا شيء. بس اذا اكو كان انسان بحياتك راح وبعدك وبداخلك حاجي له اتمنى ان تحكي هسه. يعني اي واحد اللي باقي بباله كل تريد تحكي يعني واحد من اصدقائنا شاعر هو انا ما راح اقول اسمه طبعا بس هو راح يعرف نفسه. انا ساهمت يعني بالتبشير بي يعني هو فعلا يستحق والان هو نجم يعني هواي 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 شغلات حبيتها بي كان انسان رائع وراقي بس ذاك يوم سوى سالفه وياي مو حلو يعني حسيت انه اني يعني بلحظه من اللحظات غاضب منه. اي والله ليش؟ لانه هو القضيه اللي سواها يعني مو كلش متقصد بها
بس ربما راد يتهرب من فد موضوع صار رته من عنده يسويه أو دعيته لشغله يعني. كلش ألمني هذا، هو يعرف نفسه. عندك مجموعة أسماء ولا تعليق عليهم؟ خافوا يزعلون يعني من قول من حبايبك. خلينا نبدأ بجبار رشيد. جبار شاعر سردي خبر، هو يكتب الغزل بطريقة سحرية، وعند وحدة الموضوع يحسد عليها. خلينا نقول سعد الرباعي. سعد الرباعي الله الله، يا هالطيبة ويا هالقابلية الشعرية. سعد لو أتيح له أن يقرأ، لأن هو دائما ما يحب أن يلقي شعره بصوته كذا. الآن هو أنا بالنسبة لي وبالنسبة لك هو رقم مهم جدا. بالضبط. طبعًا. لكن انتشار راح يكون أكثر من هذا يعني. عماد المطاريحي. عماد المطاريحي عالم شعر الواحد. هو وزراء ووكلاء ومدراء العامين بهاي المملكة هو يحكمها. مدينته أو مملكته ما طب لها واحد من غير جواز عماد المطارح وموقع عليه. كلش فرحت من سمعت أكو جيل الآن يكتب في خطى هذا الكبير. خليفتك من وين شفت روحيتك كتاباتك وين شفتها؟ بمن؟ بهواي شباب هواي. ما ترشح لي واحد؟ يعني مو إذا رشحت الثاني يزعل الثالث يزعل وش اسمه؟ بس هم هواي أنا شفتها بيهم يعني. أيه. أوكو اسم طار في لسانك والله العظيم. عفوا مهما هذول يزعلون أنا أعرفهم مجانين بالقضية هاي. لأنه يجوز يحبوك. أي طبعاً هي دائماً نتيجة حبهم اللي. أنا الختام وياك ما راح أخلي كلاسيكي ولا راح أخلي يعني خاتمة بطريقة معينة قبل. كل واحد بينا عنده جرح. صحيح. واحد. أكو صفة ندب. أيه. بسيطة. أيه. بس الجرح واحد. أي جرح. المؤثر واحد. أيه. العالم يشوفنا نضحك ونطلع ونسافر ونرجع ونطلع بالشاشة. أي صحيح. بس أكو. أنا ما أريد أثير شجن بداخلك. بس من أتمنى أعرف شنو الشيء اللي منغص أو ينغص عليك كل نجاح أنت تنجحه وكل سفر أنت تسافره وكل مكان أنت حاب تكون بي كل تكريم أنت تحصل عليه. أريد أعرف شنو الشيء اللي منغص عليك كل نجاحاتك وختامها بقصيدة. وأنا كلش فرحت لأنه أنا اليوم قاعد أمك حبيبي. أنا اللي ينغص عليه دائما التدهور الشعري، هذا دائما ينغص عليه. ثق أنا نوبات أسمع قصيدة وأروح أشوفها باليوتيوب محصلة كذا مليون مشاهدة، وأنا بقناعاتي أنه القصيدة ما تشكل حتى صفر على الشمال. أنا ما أنقهر على لأنه هذا حصل كذا، أنقهر على انحدار الذائقة. الذائقة من أنا أقول كاسم بهذا الوسط شلون راح أتعامل وذول الكم مليون إذا هم هاي القصيدة وصلتهم أكثر ما وصلت لهم فلان نص. هاي هاي كلش. واللي ينغصني النمطية اللي موجودة هنا بالعراق التراتيبية هاي كلش. شخصيا أنا 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 حبيت جوابك بصورة عامة. ايه؟ ما عندك شيء شخصي؟ أنا عندي شخصي بس ما تريد تقوله؟ إيه. نعم ما أقدر. مو ما قلنا السعف الشخص على الشخص يا من الجاي اريد ابتدي وامسح بداياتي ما اريد اخسر بعد كثرة الخسارات. الله انا من الجاي اريد ابتدي وامسح بداياتي ما اريد اخسر بعد كثرة الخسارات. قسمه وكتبني الوقت وبقسمتي راضي، مش حصل غير التعب من صحبة الماضي. والماضي هسمته والعبرة بالآتي، كان البرد
كان البرد من يجي للجمن جروح وتنطفي نار الدفن وتدفن روحي، تاخذني رجفه شتى ويلمني بيد الريح، او تتمنى عين البكر وما يرضى دمعي يطيح، متزاعل ويا الربح من اول بداياتي. الله يا روح عندي حكي بس المنان احكي، يا روح عندي حكي بس المنان احكي، الراح ما ظن يرد والجاي اهلا بيك، مو كافي اخسر بعد وانا خسرت هواي، والورد لو ينقطع شي فيده بعد الماي، والماي يمكن اجى اسهن يا ورداتي، ما اريد اخسر بعد كثر الخساره. يا رب ما يشوفك خساره، ويا رب ما تبقى دائما نجمه لامعه مضيئه بطريقنا احنا كشباب، والله يديمك للشعر الشعبي. كلش فرحت لي انه هان اليوم، وانا فرحان اكثر من عندك استاذ حمزه. كلمه جوز باقيه بداخلي انا اريد احكيها مباشره. انت من انقى الشخصيات، بغض النظر عن المكانه الشعريه، من انقى الشخصيات الانسانيه اللي انا سامع بيها من الناس، وانا شخصيا لمست هذا الشيء. شكرا بمجتمع جوز يفتقر لثقافة الشكر، شكرا لدعمك، شكرا لاستمرارك، شكرا لروحك الطيبة، شكرا لمنجزك الراقي والمحترم اللي خلانا طريق نقدر نمشي عليه. نورتنا استاذ حسن. أنا أشكرك لهواي شغلات. الله يحفظك. أولاً اليوم قعدتني من الفلاونزا هاي النقيت، ما فيك الا العافيه ان شاء الله. ثانيا خليتني اجي لهاي القناه اللي انا احبها اموت عليها. ثالثا قعدتني وياك اول مره بحياتنا وقاعدين. بالضبط. اي قبل نتشاور. بس كان بيناتنا حب وتبادل. اكيد طبعا. بس القعده وياك لا لها طعم اخر. انا اهني بيك خطك الشعري، انت شاعر مجد وشاعر قدرت تحفر اسمك رغم هذا الحشد الكبير. الحمد لله. من أسماء والقصائد، وجدا متبرد بخطك، وخطك ما حد يكرره. الله حبيبي ويسلمك. أعزائنا المشاهدين، شفتوا رحلتنا اليوم، شفتوا شاعرنا المختلف، انتظرونا برحلات قادمة وشعراء جدد. تصبحون على مليون خير وفي أمان الله.